الانتقام بلش. ليلى ما رح خلي كمال ينام. الحقيقة كتير قاسية بس مجبورين نتقبلها. لازم كل واحد منا يمشي بطريقه صح. سليم قتل خانه؟ معقول نادر يخون صداقة يوسف؟ صدقني مش رح ارجع لك. شفتوا يا علاء؟ يلي رح قلك اياه شي ما بيتصدق ولا بيفوت بالراس. مين اللي شفته؟ نبيل. حنين الدم من التنين للأربعة بعد الأخبار على الجديد.